هلأ سأل عنك. خايف خير شيء؟ لا لا ما في شيء بالمرة، ما تخاف. طيب أنا رايح شوف. فطور، معاوزك بدي أحكي معك كلمة تانية. بخصوص؟ بخصوص الوضع، ممكن بأي لحظة يصير حيلا شيء. مش عم بفهم عليك. بتعرف قديش فوتت شاهين لهون صعبة، وقعدة المعلم جبل معه كمان. أنا والشباب عم نعمل اللي بنقدر عليه، بس أنت بدك تخليني بالصورة. لك صورة شو يا ابني؟ مش وقتها هلا، شوفت عينك. بدي أعرف الخبرية بالتفصيل. هي صار مارق كذا يوم عليها، والشايب كل شوي بدق لي بده يعرف شو الخبرية، لحتى يعرف كيف بده يحميكم. جبل! جبل انزل وأنا راضي بحكمك! حاكيني إلي! حاكيني إلي! بيرضيك اللي عملته فيه يا ابن عمي؟ بيرضيك هيك؟ القصة بلشت من اليوم اللي اجى فيه شاهين على البيت بعد كل شي عمله. بعتني دابح يا ابن عمي! بعتني دابح! انت هلأ دايس بساطنا وعنا بالبيت ما بتنقتي، بس بالهيبة ما عاد بدي اشوف وشك نهائيا. موت اهون علي يا ابن عمي، الموت اهون علي. شبان جنبك أخي جنبك. جبل مش تفاضل. بتقلت حالك يا ابن عمي. الهيبة مهر غالي زفوه. يا جماعة، شاهين من أهل البيت والميت إله حرمته، كل واحد يترحم عليه وهو راجع على بيته. فراس فوتوا لأخي لجوا وخلي الشباب تعسكر داير من دار البيت. والله قلبي حسدي. مساحة دموعك معلم، ابن عمك بعد في روح. شاهين شاهين، بتجيب سيارتك على الباب التحتاني، بدنا نسعفه على بيروت بدون اي شوشرة. ما بدي مخلوق ان يخلق يعرف شو عم نعمل. فورا فورا. مطرحك يا ابو علي مطرحك.